يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسيطر على اللعبة، لأنه هذا يسمى الخط الاستراتيجي، يعني خصوصا أنه الذي يمر بين العراق وإيران، هذه الحدود وتصعد حتى تركيا والحدود الروسية الأوروبية وجنوبا دول الخليج. هذا الخط الاستراتيجي، خط الدفاع الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وهي لا تريد أن تضحي بهذا خط الدفاع الاستراتيجي أمام الصين وأمام روسيا. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتفرغ لحرب أكبر وحرب أشمل، وهذه الحرب تشمل الاقتصاد، تشمل التواجد الصيني الآن في أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي بعض دول المنطقة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية ترسم حروب المستقبل متجاوزة النزاعات الإقليمية، يعني هي ليست مهتمة بهذه النزاعات الإقليمية، وليست مهتمة بوضع العراق، وليست أيضا مهتمة بهذه المشاكل الصغرى التي تجري بين دول المنطقة، تركيا، سوريا. هذه بصراحة ليست أولويات لدى إدارة بايدن. إدارة بايدن لديها أولويات أخرى، هي تريد فقط الانتهاء من الملف النووي الإيراني للوصول إلى قضايا أبعد في ميزان العلاقات الدولية، خصوصا مع الصين وروسيا.